بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 43 على 1. نعم، آخر سؤال. آخر سؤال، بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج عليها مع انه يحول الحول؟ هي اطباء يعني دكتور عنده مستشفى او عياده، ما في عليه زكاه، ما فيش زكاه كما تعلم على اعياد معروفه. نعم.